السلام عليكم، معكم إيمان، وفي هذا الفيديو سنجرب سيرفر حياة واقعية مختلف، بل هو واقعي أكثر من اللازم. هناك أنيميشن جي تي اي 5 أو جي تي اي أونلاين، القفزة مختلفة والجري حتى طريقته في الضرب كأنه مشابه للمود الذي جربته في مودات عشوائية، وعندما ينحني كان الحركة بطيئة قليلا، كما أن معظم السكنات مختلفة بجودة أفضل مثل هذا الشخص وحديثه. ما الذي سنفعله؟ سنلقي نظرة على الخريطة، أين هي؟ تبدو أكبر. هناك الكثير من الأشياء، حتى لوس سانتوس متوفرة، ولكن معظم الأشياء المهمة موجودة في سان فييرو. هذا هو المنجم، مكان أخذ الوظيفة، وظيفة المنجم. وهنا ممنوعات، مزرعة الممنوعات، حقيبة الظهر، قناع. سنأخذ حقيبة الظهر. لكراء السيارة علينا أن نذهب إلى هناك. استئجار دراجة نارية. أوكي، علينا أن نشغل المحرك أولا. أوكي، شغلته. فرامل. هناك 80 لاعب، أين هم؟ لا أدري. بدأوا يظهرون كسيارة الشرطة. هناك مطاردة، انظر، أكون كشاهد. سايب السرعة دي ليه؟ يا غالي اللي انت بتفعله. سايب السرعة دي ليه؟ أنا فقط أشاهد ده، أنا من بعيد. غرامة بودة، غرامة، هذا السجن. أترون أنا أمشي بهدوء؟ وصلنا، ولكن في اتجاه معاكس تماما. كيف نصعد؟ إذن كيف نأخذ الوظيفة؟ التسجيل بالوظيفة، تم التسجيل دخولك إلى الوظيفة، قم بلبس لباس، أخذ لباس الوظيفة. أوكي، آلة حفر، اشتريناها آلة الحفر. ظهرت في يدي. هنا جاري التنقيب، المكان الثاني. One eternity later. تم الانتهاء من الحفر، قد حصلت على قطعة حديد. يا رجل الشخصية أبطأ. Bob, you people are not very f***ing nice. لا، ليس هو. حتى نبيع، نذهب إلى الخريطة. أين هي العلامة؟ النرد، الميناء هنا. والمكان بعيد، تجمر وحية يا صاح. أحب الطرق المختصرة، ولكن لا أريد أن أموت. أوكي أوكي أوكي، انزل انزل، ارجع 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 ارجع. فيه أوكي، كان علي استخدام الأسهم للموازنة. يا رجل، من كان يقود هذه السيارة هو أسوأ مني. ما تلك الموسيقى؟ Welcome to Grove Street هوم. المطاعم لا تعمل. انا اعرف سيرفر فيه مطاعم كثيره تعمل. تتمزح. انتظر لحظه، هل انا في الميناء الصحيح وانا مخطئ؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. الميناء هنا. ايوه ممكن تنزل بس عشان في اجراءات امنيه. تمام، ممكن بس تلف وترفع ايدي. ارفع ايدي. تمام، ايوه ارفع ايديك بعد اذنك. ها ايوه ارفع ايدك، ارفع ايدك. اوكي، وطو. تمام، طيب داخل الميناء تعمل ايه؟ ابيع فضه. مش ابيع فضه. تمام، خلاص. تمام، ممكن دلوقتي مع حضرتك تصريح دلوقتي. اوكي، شكرا شكرا شكرا. هنا كل هذا حتى ابيع شويه فضه؟ هناك الكثير من الشرطة يا رجل، لا يبدو بأن هذا هو مكان صحيح. لا ولا تعال انزل ظهرك بسرعة. فتشوني من دقيقة وانت جاي تفتش. ما معك شيء، ليش جاي؟ جاي ابيع فضة. ميناء في ايش؟ ابيع فضة. What the f**k is this bro؟ اين الميناء الخارج؟ هنا، واخيرا رجاء اختيار نوع. تم البيع. بعناه الحمد لله. أبيع شوية فضة. كل هذه الشرطة موجودة في كل مكان، استجواب، كأني سارق أو مجرم. أين السندويتش؟ سندويتش جنبه كبير وبيشبع. سندويتش، ممكن السندويتش يكون محمص؟ سندويتش، سندويتش جنبه. أوه سيارة فاخرة.
يرون أي شخص يمشي. ووو ووو. الآن كيف نخرج من هنا؟ هو هو تفتيش كل خمس دقائق أو كل دقيقة؟ ما بداني. روح انت. إيش الله ساعة يتجول يا عسكري. ساعة يتجول باب مغلق، كيف نخرج؟ طيب في باب هناك، باب ثاني، باب الدخول. إيش ما طلعت منه؟ باب الدخول. ها؟ وين باب الخروج؟ معك تذكرة اللي خدتها وانت داخل. أعطوني تذكره. طب هات أسلمها. ألومة تصريح دخول. ألومة تصريح دخول. ديفيد. تمام. صد. أبغيت. أوكي، أصبحت موصل بضائع الآن في علامة النرد. تأجير شاحنة صغيرة. إعادة الشاحنة. أوكي، أجرنا شاحنة. هنا نأخذ البضائع. تقدر لحظة. يدويا. وفي انتظار ان نقوم بملء هذه الشاحنة بالحمولة، اريد ان اتحدث عن الشرطة. عندما تلعب دور الشرطة، حاول الا تكون فيك دودة جنون العظمة. كنت تشاهد هذا الفيديو، دودة جنون العظمة ارجوك. اوكي، امتلأت. عذرا، انت لا تستطيع ان تأخذ المزيد. مكان توصيل الحمولة هو موجود هنا. كل هذه الطريق علي ان اقطعها كلها يا رجل. وفي النهاية اعطوني $1000، وانا من دفع ثمن الشاحنة. لا تقول لي بأن علي أن أضعها. أين الحمولة؟ هل قمت بشحن الشاحنة خاصته بالواحدة؟ 961. 961. يا أوكي، انتهينا. 2830. هذه هي مزرعة الممنوعات، كيف نستخدمها على أي حال؟ من هذا؟ شخص تائه مثلي؟ يا رجل، كوبي رايت. موني. في السابق لم أملك المال، ولكن الآن ها نحن، عندي المال الآن. أين المدخل؟ أين ذاك الشخص؟ ها هو. بدور. شراء. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. الآن إلى المزرعة، موجودة هناك عند ذاك الرجل. الرجل البنفسجي بالس. هنا نضع أغراضنا في هذا المكان. لما نضغط. أوكي. One eternity later. أوكي، هو يجمع الآن بعد أن قمت بالحصاد. كل ما علي فعله هو الوقوف عليها، هذا كل شيء. احصد. أنا في الليفل 2. ثم سنذهب لبيعها في الميناء. حتى تدخل إلى الميناء هناك عدة طرق لفعل ذلك. لا تستطيع الذهاب بطريقة قانونية، عليك أن تسبح. لهذا كان المكان مغلق عندما أردت أن أبيع الفضة. لا توجد مساحة كافية، بقيت واحدة فقط. يا رجل، الآن عندنا نبتة الحشيش، ولكن علينا أن نحولها إلى مخدرات. وهناك في الداخل مكان يشبه المصنع، سنذهب إليه. تم تصنيع الحشيش الصالح للاستخدام والبيع الآن بنجاح. تستطيع تهريبه إلى الميناء وبيعه للمهرجين. هل عليه فعل ذلك دائما؟ أوكي، على ما يبدو نعم. One eternity later. وأخيرا 53 من الممنوعات أكملنا. سنن أولا إلى الخريطة. الميناء موجود هنا. سنذهب إلى الشاطئ أولاً. A few moments later. كيف نصعد إلى القارب يا ناس؟ كيف نصعد إلى القارب يا عالم؟ إحساس. رغم أنه يملك فاتورة. هل تعلمون شيء؟ كنت أبحث في هذا المكان، ولكن بسبب تحديث رمضان قاموا بتغيير الميناء ووضعوه هنا. كل الأشياء التي فعلتها هنا انتقلت إلى هذا المكان، وأنا منذ ساعة وأنا أبحث، حتى أخبروني بأن الميناء أصبح هنا. المشكلة، متأكد أني سأجد شرطة. والشرطة
الشرطة، إنها الشرطة. كل هذا من أجل 10 دولارات داخل السيرفر. مرحبا أيها الشرطة، أطلقوا النار، أنا هدف واضح. لولي لا 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 لولي لا 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 لولي لا لا لا. اطلع اطلع، أين العلامة؟ ستكون موجودة في مكان ما هنا. ليست موجودة هنا. النحس أخرى موجودة من هنا. ها هي ها هي، وجدته، وجدنا واحدة. هنا نبيع. كيف نبيع؟ حسنا، جاري عملية بيع الحشيش. الآن يتم إعطاء المكسب المالي بالإضافة إلى الخبرة. رائع. الممنوعات هي تنقص 45 44. والمال، انظر إلى المال يا رجل. سترينج سترينج طنجن. أوه، مدفع رمضان، وجدته، من المستحيل استخدامه. ضربه. ورحمة الله تعالى وبركاته. ميمون، يا ميمون، كيرك خويو؟ اي كان في واحد خافي. ايش ده؟ محتاجين اي خدمة؟ اي خدمة رجالة؟ لا شكرا، احفظك حبيبي. شبح شبح، محتاجين اي خدمة يا رجالة؟ هذا شبح عادي في سان فيرو.